امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع في منتهى الأهمية تابع فيه خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وجه سيادة الرئيس بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية، وده يكون وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليا، وده بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية. ده هيكون من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل هيتم تقديم فيه هذه الخدمة النبيلة لكل إنسان محتاج ليها. تفاصيل أكتر ممكن نعرفها من الدكتور محمد عواد تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ منى. صباح الخير يا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. لو قلنا اهميه توطين صناعه الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه في مصر، الفكره ان احنا نبقى المركز الرئيسي لمثل هذه الصناعه في المنطقه. حضرتك الصبح في مقدمه حضرتك اتكلمتي عن ان في بعض الصناعات للاطراف الصناعيه والوسائل المساعده موجوده في مصر، حقيقه كلها في حاجات طبعا بمستوى رفيع في بعض المؤسسات، وفي بعض الصناعات الاحترافيه حرف يعني موجوده في عائلات بتصنع هذه الاطراف. احنا النهارده بننتقل الى طفره اخرى كبيره جدا، انك انت حضرتك بتتولي يعني الدوله تتولى انشاء هذا المجمع بالتعاون مع الخبرات العالميه المتقدمه عشان حاجتين: الوفره، وده بعد انساني كبير جدا لكل الفئات اللي هي بتحتاج هذه الوسائل. وطبعا سيادتك عارفه ان هذه الـ يعني المعوقات او العاهات بتنتج عن حاجات كتير جدا، ممكن طبعا امراض، ممكن جزء خلقي، ممكن اصابات حوادث الى اخره. فالفكره او هذا التوجه لسياده الرئيس بدا منذ فتره، يعني النهارده الاجتماع بتاع امبارح ده الحقيقه هو بيستكمل منظومه بقالها سنتين تقريبا للوصول الى الهدف بتاعنا في وجود مجمع صناعي متطور حديث على احدث مستويات بالتعاون مع المؤسسات العالميه. وعشان كده الوفد اللي كان موجود ده بيحمل خبرات عالميه عندهم قدرات في هذا المكان عشان نوصل الى المستوى العلمي والفني وجودة عالية جدا تقدم بكل المعايير العالمية للمواطن المصري. عظيم. بالإضافة للخبرة التراكمية اللي موجودة في مصر، وحتى الفئات اللي بتشتغل في هذا الاتجاه إن شاء الله تضم لهذه المنظومة بحيث يتم الاستفادة الكاملة من خبرتهم في هذا المجال. ودي طبعا نقاط مهمة جدا جدا يعني. بكل تأكيد يا فندم، كنا بنتكلم برضه يا فندم عن انه الاجتماعات بتحصل بهذا الخصوص بشكل دوري، كنا لسه في 20 سبتمبر في اجتماع وحضرتك طبعا كنت موجود مع سيادة الرئيس في هذا الاجتماع، وكان موجود وزير التعليم العالي ووزير الصحة، وزارة التضامن، يعني الوزارات المعنية عشان يكون في عمل ويكون في تكاتف، تكون في ابحاث ويكون في شغل كمان على ارض الواقع. هذه الصناعة كل المؤسسات يا استاذ محمد المعنية بالامر كل الدولة بتشارك في هذا، ودي دايما جزء كبير من المشروعات الكبيره اللي بتتم عشان يبقى في تكامل وتناغم وكل الجهات تساهم في هذا وتبقى منظومه واحده وطنيه تقدم الخدمات المطلوبه للمواطنين. سيادتك هذه الصناعه يا فندم هي صناعه مكلفه، ازاي وزي ما سياده الرئيس قال في ظل الازمه الاقتصاديه العالميه ايا كانت التكلفه فاحنا قادرين ان احنا نعمل ده؟ شوف سيادتك، هذه دايما فكرة سيادة الرئيس في هذا الاتجاه، انك تعمل حاجة تعملها متكاملة، تعملها على مستويات عالمية رفيعة المستوى، تاخد نوع من الضمان او الاعتماد من المؤسسات العالمية، زي ما شفت كده في مؤسسة عالمية اللي هي منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية لصناعة الأطراف الصناعية والوسائل المكملة. ففي الآخر انت بتاخد اكريديتيشن من هذه الجهات بتقول لك ان المصنع ده معمول حسب المواصفات معتمد، بتقول لك امكانياته معتمده عالميا، بتقول لك منتجك معتمد عالميا، بحيث انك تقدر هذا المنتج تقول المنتج بتاعي كويس. وعلى فكره الحاجه لما بتتعمل بمستوى رفيع مهما تكلفت بتعيش اطول، صحيح، وبجوده احسن. يعني الإنسان اللي محتاج هذا المكمل الصناعي طرف مثلا
ما كانش هيبقى مناسب ليه تماما، بيركب بطريقه سلسه، بيعيش فتره اطول، الماتيريال بتاعته جيده، مش هريحه. وبعدين تبص تلاقي سيادتك يقعد مثلا ست شهور سنه وعايز يغيره، لكن انا لما بديله حاجه كويسه بجوده عالميه بدل السنه تعيش 5 سنين، يبقى انا في الواقع انا وفرت وريحت المريض وحسيته بالامان في الطرف اللي بيستعمله، فدي نقطه في منتهى الاهميه. يواكب هذا بقى حضرتك ان احنا النهارده في مدارس فنيه متخصصه في تخريج الفنيين في الاطراف الصناعيه وفي بعض المعاهد. الحقيقه بيواكب هذا على التوازي تطوير كبير جدا في هذه المؤسسات، بحيث الناس دي تاخد الخبره العالميه، الجوده العالميه، ومش بس اطلع بقى فني يركب الجهاز او يشيله او يحط قطعه غيار او يعلم المريض يستعمله ازاي، لا ده انا كمان بخدك فنيين يشتغلوا في هذه الصناعه، فيبقى عندي كوادر فنيه جاهزه لهذا لتدريب العمال والفنيين بحيث المصانع تبقى شغاله بجوده عاليه. ويبقى عندك بعد كده وفره في الانتاج تقدر تصدر لحضرتك. وجود العمل التكاملي دكتور عرض كبير مهم جدا جدا لهذه المؤسسات العالميه. ايوه بالتوازي مع المصنع اللي هيتعمل بخبرات مصريه بقدرات مصريه، تعالوا انا ادوني ديزاين بتاع مصنع معين تاني واديكوا الارض وابني لكم المصنع وهات معداتك وتعالى صنع كمان عشان منتجات وفي نفس الوقت تصدير. وجود العمل التكاملي في حد ذاته او فكره ان احنا نبتدي نصنع الاطراف الصناعيه بجوده عاليه، تدريب العماله عليها، بنحاول ان احنا نسد احتياجات السوق سواء كانت من الايدي العامله اللي محتاجين انها تكون مدربه او الجوده العاليه للاطراف الصناعيه، ده هيقضي على قوائم الانتظار اللي ممكن تكون موجوده في اماكن كتير للاطراف الصناعيه. واحنا عارفين انه بتهتم الدوله المصريه دايما بمنظور حقوق الإنسان أو دايما في قراراتها بتبص دايما لهذه النقطة، فكرة الحق في العيش بالاستقلالية وبكرامة وبدون الاعتماد على الآخرين، وإن الجميع له الحق في فرصة أخرى يتعامل بيها بجميع إمكانياته، ده إزاي هيتم توفيره من خلال توفير أجهزة تعويضية أو أطراف صناعية؟ يعني زي ما حضرتك قلتي كده، القضاء على قوائم الانتظار. قوائم الانتظار دي بتشمل عمليات جراحية في رفيعة المستوى، يعني احنا اتعمل السنة اللي فاتت لغاية شهر 11 أوله حوالي 1.5 مليون عملية جراحية، 1.5 مليون، وحاجات بقى ايه حركة متطورة جدا، جراحات قلب، جراحات مخ، استبدال مفاصل، زرع أعضاء، عمليات عيون في مختلف التخصصات. النهاردة سيادتك يعني في حاجات عمليات كان ممكن تستنى سنة أو سنة ونص، مش بس عندنا، في كل دول العالم. فالنهارده انا لما بختصر هذه المده، شوفي سيادتك قد ايه انا برفع العبء عن المريض، عن اسرته، بحوله الى طاقه منتجه ممكن يكون معطل نتيجه للاصابه اللي عنده او المرض اللي موجود عنده، وايضا بتدي نوع من السعاده والرضا والاطمئنان لهذه الفئه. نفس الشيء حضرتك يا استاذه منى بينعكس تماما على ذول الاحتياجات الخاصة لبعض هذه الأجهزة، إن أنا بوفر له الجهاز، بديله أحسن مواصفات، بديله مكان يركب فيه جهاز، مكان يتابعه، مكان يصونه، الماتيريال بتاعته، المادة، المواد المصنع منها، مواد ذات كفاءة عالمية وجودة عالمية. كل دي زي ما حضرتك قلتي بينعكس تماما تماما على احساس المواطن قد ايه الدوله مهتمه بيه، بتقدم له كل ما يحتاجه من امكانيات سواء علاجيه او وقائيه زي الفاكسينات وكده، او ايضا اجهزه تعويضيه او صناعيه. تمام، اي رساله مصر تريد ان توصلها لدول المنطقه والاقليم ومن ثم دول العالم بحرصها على ان هي تكون مركز اقليمي لتصنيع الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه هنا؟ مصر قادره، واللجنه اللي مرت امبارح مع المسؤولين بهذا المصنع
الحقيقه انا مصر فيها كفاءات وفيها امكانيات، انما عندما تتبلور هذه القدرات والامكانيات الى مستوى عالمي رفيع بتدي صخره كبيره جدا. فلما اقول له تعالى صنع عندي او اديني اعتماد للمنتج بتاعي او استعمله، يعني منظمه الصحه العالميه في بعد تاني خالص، منظمه الصحه العالميه ليها نشاط يعني دعمي لدول كثيره اللي فيها حروب وفيها مشاكل وفيها كوارث. فالنهارده لما بتقول مصر دي بقى فيها مكان يقدر يصنع هذه الاجهزه بهذا المستوى العالمي، يبقى احنا ممكن نصنع ونصدر في هذا الاتجاه. بكفي احتياجات المحليه، كل المحتاجين بقدر اوفر لهم هذه الامكانيات. وعلى فكره يا استاذ محمد، الاطراف الصناعيه انواع كثيره جدا جدا، يعني حاجات متعدده ويمكن تشابه بعضيها في بعض الاحيان، لكن كل مريض بيبقى له جهاز يناسبه. نعم. من حيث الحجم والطول بكل تأكيد طبعا، كل دي حاجات مهمه جدا فنيه للغايه. فالنهارده انا لما بقول لهم منظمه الصحه العالميه تعالوا شوفوا امكانيات مصر، امكانيات البشريه، انا مش هبخل للصرف على هذا المكان بلا حدود بحيث يوصل الى المستوى العالمي. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شكرا جزيلا لحضرتك.